نعيم صدام لديه مداخلة معك كابتن محسن، تفضل نعيم. تحياتي لك كابتن محسن. حقيقة تعرف انت يمكن والناس الكل يعرف انه دائما لو اليوم افترضنا انه المنتخب الفرنسي هو المتفوق، اكيد راح تكون جاهزة تذهب الى حارس المرمى لوريس بكل تأكيد، مثل ما تحدث كابتن حسين في بعض الاحيان مثل ما قلنا انه ثلاث اهداف داخله عليه، لكن بالمحصله كان هو له دور مؤثر في انه المنتخب الارجنتيني يحصل على كاس العالم. اعتقد هذه الجزئيات هي اللي ممكن تحكم على من الافضل. يعني الكل احنا اثناء حديثنا واثناء جلساتنا متابعه المونديال قلنا هذه البطوله اغلب الحراس كانوا هم من افضل الحراس وكان لهم دور مميز جدا في تاهل المنتخبات. انا اعتقد مسألة الحسم بين الأفضلية الحراس المرمى كانت في ضربات الترجيح اللي قالت إنه تروح إلى مارتيز اللي يكون سبب من أهم الأسباب في حصول الأرجنتين على البطولة. تفضل محسن. أنا معك كابتن نعيم، دائما هي هاي الجزئيات الأخيرة هي اللي غير الأفضل في مباراة اليوم، وخاصة الحارس اللي قلنا الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة 120 يعني منتهي المباراة قدر أن ينقذ الفريق الأرجنتيني. هذه النقطة حسبت له وضربات الجزاء حسبت له، فكان له اليد الطولة في نيل أفضل أو أفضل حارس في كأس العالم. وأنا في قرارة نفسي لو كان الفريق الفرنسي كان الفائز في كأس العالم كان تذهب الجائزة إلى